جربتوا تتخيلوا حالكم شي مرة بحواجب ما إلى شكل؟ أوبس، هيدا كابوس لأي بنت، بس للأسف في كتير صبايا بتضحي بحواجبها بغلطة صغيرة وبتخسر شكلهم الطبيعي للأبد. وفي بنات بفكروا أنه كل اللي دارج بمودة الأيبراوز ممكن يلبق لهم، وهيدا الشي كمان غلط، لأن رسم الحواجب بطريقة غير صحيحة فيها تعطي وجهك شكل طولي أو عرضي، وكمان فيها تزيد أو تخفف من حدة الملامح. أما النسبة الأكبر من البنات فهن اللي بيقضوا وقت طويل قدام المراية عم يحاولوا يطبقوا موديل الحواجب المناسب لشكل وجهن لرسمة تكون بيرفكت. بس لحظة، صحيح أنه كل خبراء التجميل بيتفقوا أنه رسمة الحواجب لازم تتماشى مع شكل العيون بحسب تقنية براو مابينج، بس مين قال أنه الحواجب لازم تكون جست بيرفكت؟ صراحة حبيت، وأنا من النوع اللي أشوف إيش يناسبني أعتمده. خلينا نشوف رأي أسماء. صباح الخير. طبعاً الحواجب يمكن كثير من البنات يعتمدون الموضة، يشوفون إنه إيش في موضة يروحون يتبعونها بدون ما يحددون وش الملامح، ملامح وجههم اللي تناسبها هذه الحواجب أو لا. بداية كيف نختار شكل حواجبنا؟ أول شيء على حسب الموضة زي ما قلت لك، أو إنه اللي يناسبني أنا. طيب، أول شيء أهلا في المشاهدين وأهلا فيك. أنا فلسفتي في الميك اب إني أحب الشيء الطبيعي. في بنات وايد تشوفون ويغيرون حواجبهم على حسب الشيء الدارج، بس أنا شخصيا دائما أقول إن الله خلقنا بالشكل المناسب لملامحنا، وفي نسبة صحيحة سهلة جدا البنت تعرفها عشان تعرف شكل الحاجب اللي يناسب ملامح وجهها ويناسب شكل الحاجب الطبيعي. شو هي؟ بنيب قلم، أوكي، قلم أو فرشاة، أي شيء يكون طويل، وبنحطه هني عند الأنف، عند رأس الأنف، ونمرره عند بداية العين. أوكي. هاي النقطة هي بداية الحاجب، يعني أي شيء هني يكون زيادات. أوكي، بعدين بحطه بهالطريقة عند كورنر العين، هاي هي الآخر نقطة المفروض تكون في الحاجب. أي شيء أطول معناه أن الحاجب طويل زيادة، أو أي شيء أكثر معناه أني لازم أطول الحاجب بالرسمة. تمام. النقطة اللي هي الأرج أو أعلى نقطة عندي في الحاجب، أجيب القلم وأمرر على بؤبؤ العين. أوكي. هاي هي أعلى نقطة عندي، فأنا حددت ثلاث نقاط هي اللي بتحدد لي البداية والوسط والنهاية للحاجب. وبسوي لكم الحين ديمو شي سريع. أنا اليوم سويت حاجب واحد وقلت أسوي وياكم واحد on camera. اللي إحنا نبغى نعرف الطريقة الصحيحة إنه نرسم فيها حواجبنا. Yes. أول شيء طبعاً لازم نمشط الحاجب، أوكي، على فوق دايماً بهالطريقة، أوكي، عشان أشوف وين عندي فراغات. الفكرة في إني أعبي الحواجب إني أخلي الشكل يبين كأنه في شعرات طبيعية. فبجيب القلم أو حتى ممكن بالباودر وببدأ أعبي وين أنا عندي فراغات شوي. إذا عندي شعر كثيف في منطقة ما أسوي عشان بيصير أكثف. أوكي، فبس هني مثلا عندي تحت الحاجب شوية بعرضة في فراغات هاي المنطقة، ودايما إيدي تكون خفيفة وستروكس أسوي ستروكس شكل شعرة هني في البداية. أوكي، وفي شيء بعد مهم في الحواجب، إن الحواجب نسميهم they are sisters not twins، يعني خوات مو بتوأم. فعادي إن شوي يكون في فرق بين الحاجب اليمين واليسار، بالعكس يعطي شيء شكل طبيعي وهيومن أكثر للملامح الوجه. سبحان الله، دائما حواجبنا يعني مو زي بعض، ما تكون يعني حتى بدون ما نرسمها بدون ما نسوي شيء. مو ملامح الوجه أصلاً. صحيح. نص اليمين يكون. طيب الحين الحواجب اللي أنت ترسمينها اللي هي شعرة الطبيعية أو المبعثرة هي موضة بس ما تناسب كل الوجه. الشكل الطبيعي دائما يناسب الاغلبيه. الشكل الطبيعي دائما يناسب الاغلبيه. الفكره ان كيف اعرف حتى اختار الدرجه الصح؟ دائما انا اختار درجه الحواجب حسب لون شعر الحاجب او لون الشعر الطبيعي. اوكي، كيف اختار؟ اني اخذ درجه افتح شوي. بس لو كان الحاجب رفيع ما راح يناسبه لانه بيكون يعني بزياده. أيوة. انه بعثره نعرضه شوي. اوكي، ومع التمشيط والدمج بيبين شكله ناتشرال اكثر. فانا كيف اختار اللون حسب لون شعري؟ دائما اشوف مثلا لون الشعر الاسود او البني، اخذ درجه افتح شوي اللي هي الاش براون، اذا ممكن نراوهني المشاهدين. مثلا اوكي، شايفين هاي الدرجات؟ مثلا اذا هاي الدرجات اللي استعملها ل اذا حد شعره اسود، يعني مثلا نفس لون شعرك على سبيل المثال، اوكي، اللي هو يكون اش براون وبراون. ودائما يكون عندنا نصين، النص الفاتح
اسوي فيه مقدمه الحاجب. حلو. النص الغامج من الباودر اسوي فيه من النص للنهايه آخر. بالتالي يعطي شكل طبيعي وناتشرال اكثر. اوكي طيب متى نستخدم القلم والباودر والجل؟ حلو السؤال. اول شيء انا دائما افضل اذا البنت عندها شعر اوريدي تستعمل الباودر، لان الباودر هو اكثر شيء طبيعي واكثر شيء ما يؤذي الحواجب، لان مع استعمال الجل المستمر يبدا الشعر يطيح. اوكي اذا عندك اماكن ما فيها شعر، يعني مثلا نفس عندي هنا تحت الحاجب ابى عرضه، في هالحاله استخدم القلم. اوكي اذا انا ابى احب الشكل اللي هو العريض ويكون خلنا نقول مثل يكون لون واحد، في هالحالة استعمل الجل، بس انا يعني اخلي الجل دائما اخر اوبشن اذا البنت مثلا عندها حواجب وايد نحيفه. اذا استخدم الجل على نهايه حاجبه يعني اعبي فيه، لانه ما يمسك عليه الباودر. بالضبط يعني هذا هو، انه دائما يطلع خفيف الجل يثبت ويلصق. ففي نفس حالتك مثلا انه الباودر ما يمسك بستعمل الجل، بس دائما اخليه اخر اوبشن عندي، يعني دائما اخليه اني ابدا في الباودر والقلم، اذا ما ضبط في هالحاله بس اعبي شوي بالجل بشكل طبيعي. طب ايش الدرجه، كيف اعرف الدرجه المناسبه لحواجبي من هذا مثل الألوان. ما ذكرنا أنا دائما أخذ لون الشعر درجة أفتح. أوكي ودائما أخلي الدرجات اللي هي الآش، مثل ما تشوفون هني في درجات تكون بني محمر شوي، شايفين هاي الدرجات البني محمر، هاي أبتعد عنها إلا إذا أنا صابغة شعري أحمر. اللي هو الأحمر الأحمر، أو صابغة شعري أشقر، إيش أختار؟ لو شعري الأشقر دائما أروح شعر درجة أغمج من شعر الأشقر الأشقر، اللي هي هاي الدرجات. حلو. اوكي يعني الدرجه اغمج من لون شعري، شعرهم اسود ياخذون درجه افتح من لون شعرهم بهالطريقه. طيب انا دائما استخدم مسكره الحواجب بس اللي يكون فيها لون، هل تنصحين بهذه المسكره او بالمسكره الشفافه؟ الاثنين حلوين حسب اللوك اللي انا اباه، انا شخصيا احب المسكره الشفافه للاستعمال اليومي، يعني الشيء الطبيعي مثل ما تشوفون هني انا بس امشط بالمسكره الشفافه على فوق عشان اثبت الشعر. اذا ابا المسكره الملونه، يعني عندي مثلا نفس هذيلا، هاي تعطي لون اذا انا ابغى اغير لون شعر حواجبي، يعني هاي مثلا لونها اشقر، اذا بغيت افتح حقها هذه صراحة. ايوه اذا ابغى افتح او اغير لون حواجبي في هالحاله بستعمل هاي، واستعملها دائما ايدي تكون خفيفه بهالطريقه. حلو اوكي وبعدين شو اسوي عشان يبين الشكل طبيعي؟ اخذ الفرشاه مالت الحواجب وابدا ادمج اسوي بلندنج. طيب اسمه في تقنيه جديده يجمدون الحواجب لمده 6 شهور، هل تنصحين في هذه التقنيه؟ ولا تحسين انها تضر الحواجب وممكن تطيح شعر الحاجب؟ انا دائما احس، يعني انا شخصيا شيء ما جربته شخصيا، بس دائما اشوف اللي يسوونها يبين شكلها حلو. بس نحن هالشيء جديد وما نعرف التاثير ماله على المدى البعيد، ممكن تكراره يؤدي طبعا لتساقط الشعر، لان اي شيء فيه ماده كيماويه، فيه اي شيء لعب في الشعر ممكن يؤدي للتساقط، بس ستيل نحن الموضوع في بداياته فما نعرف تاثيره على المدى الطويل. انت تنصحين انه في البدايات نستخدم هذه الاشياء اللي نقدر نضمنها؟ هذه سهله وسريعه وبسيطه. ايه بس في كثير بنات ما يعرفون يرسمون حواجبهم، انا صراحه كنت منهم، يعني زمان ما كنت اعرف ارسم حواجبي، فكنت اخليها ملخبطه او اخليها بزياده رفيع او غامقه اكثر من وجهي. بس هو الموضوع يباله ممارسه، يبغى اذا تدربتي وعرفتي هاي النسبه الصح اللي شرحتها في البدايه بيكون الموضوع وايد سهل، بس يعطيك العافيه وان شاء الله كل اللي يشوفونه انه يستفيدون من هذه الخطوات، لانه من جد رسمه الحواجب هي اساس يمكن المكياج الفريم. ايوه هي يعني لو ترسمين حواجبك بس بصوره حلوه وتحطين شوي مسكره خلاص تطلعين حلوه. يعطيكي الف عافيه.